بسم الله الرحمن الرحيم. دير الزور 3/4/12/2012، حي العرفة، آثار القصف والدبار. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. استهداف جامع العرفة، كل يوم يستهدف هذا الجامع. دير الزور شبكة أنصار الحق الإخبارية، أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم من هؤلاء الكفرة الذين دمروا الجوامع؟ دمروا الجوامع ودمروا المدارس. حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يسلم شيء منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تدمير المدارس والجوامع. دير الزور شبكة أنصار الحق الإخبارية.